المباراة دي على فكرة كان ممكن ننهيها لصالحنا 7-8، ولكن جه في وقت يمكن انا اتكلمت مع اللعيبة واللعيبة تعرف ده كويس، ان احنا خلاص احنا وصلنا اللي احنا عايزينه، نبدأ نهدى، لان هم بدأوا عايزين يشتغلوا على اي حد بعنف، ان هم يسيبوا اي حد. هو بالنسبة لهم مش مشكلة، المباراة خلصت خلاص، هو كل تفكير لعيبة الجزاء في الوقت ده ان هو ازاي يطول اي رجل اي لعيب عشان يضربه خلاص. فبالنسبة ان احنا عندنا فاينل بعد 3 ايام، احنا مش عايزين نخسر حد، لان احنا اوريدي احنا عندنا نقص في عدد اللعيبه اللي موجودين عندنا، وعندنا بعد 3 ايام نهائي. فكان التفكير بالنسبه لنا ان احنا جبنا الجون الثاني. مش عايز اقول لك بعد المباراه فرحت بقى الناس كلها والاتصالات والشعب المصري كله بالكامل، وكان وقتها طبعا رئيس الجمهوريه محمد حسني مبارك حصل اتصال معايا وقال لي بلغ اللعيبه خلاص احنا مش عايزين منكم حاجه، احنا ده كده احنا خلاص، ده بالنسبه لنا البطوله، ان احنا كده احنا حققنا البطولة، وان فرحة الناس دي خلاص كفاية بالنسبة لنا. وكان فعلا الشعب المصري كله بالكامل حسيت ان احنا حققنا البطولة، احنا خدنا البطولة فعلا. فالناس خلاص بالنسبة لها النهائي ده نسيت ان في نهائي اساسا بعد 3 ايام. احنا كنا بنلعب اللقاء ده غالبا كان يوم الاربع والنهائي كان يوم الحد، او كنا بنلعب الخميس والنهائي الحد غالبا يعني على ما اتذكر يعني. فالناس بالنسبة لها عاشت حالة البطولة خلاص من لقاء الجزائر. بعد اللقاء ما فرحنا واتبسطنا والكلام ده وكده، فكان بخبراتي بقى الكبيره لازم اوصل للعيبه ان اقول لهم ان تاني زي 16، وده اللي انا اتكلمت مع اللعيبه فيه. والله لو كنا بنسجل الحاجات دي كانت هتبقى كواليس يعني مميزه. فقعدت بعدها مع اللعيبه قلت لهم افتكروا لقاء ام درمان، مصر كلها فرحت وافتكرت ان احنا وصلنا كاس العالم، ورحنا هناك احنا ما وصلناش كاس العالم. احنا هنا الناس كلها فرحانه والناس كلها فاكره ان احنا خدنا البطوله، بس احنا ما خدناش البطوله، او التاريخ هيكتب مين اللي حقق البطوله. فبالتالي احنا فرحتنا بتحقيق البطوله مش فرحتنا بمركز ان احنا المركز الثاني.